بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. الظاهر على الشاشة هو ارباحي في حساب تجريبي. كنا شرحنا موقع بيسمى ميجا بونص للربح من الانترنت، واكتشفنا بعد هذا الحساب التجريبي ان العمل مع ميجا بونص وهذا الموقع رائع الى ابعد الحدود. في السابق اتكلمنا عن ان ارباحنا وصلت في هذا الفيديو، وكان فيديو للشرح فقط، الى اكتر من 5 دولار. والنهاردة في الفيديو ده هذا الموقع حققنا منه او سحبنا منه 10 دولار قبل كده. وده لو دخلنا على باي اوت هيستوري، يعني تاريخ الدفع اللي تم تحقيقه، فهنجد ان احنا سحبنا منه 10 دولار 44 سنت على البيبال. ده كل شيء عن هذا الموقع هنشرحه النهاردة، وهل هو احسن ولا العمل مع موقع سوق.com للي هيشتغل افليت او البيع بالعمولة. هذا 10 دولار اللي سحبناها على البيبال، هذا حسبنا في البيبال اهو، وهذا 10 دولار 44 سنت. وكان بتاريخ 1/10 كان 10/1/2020، وده الباي اوت اي دي بتاعه، وده تم الدفع. في الحقيقة ان هذا الموقع اللي هو ميجا بونص له مميزات بتختلف على باقي المواقع. نجيب كده ماي كاش باك علشان نشوف انت بيدخل لك قد ايه من هذا الموقع او من عمولة هذا الموقع. احنا النهاردة تاريخ 13/2/2020، وده اللي دخلنا في يوم 12/2020. 11 سنت، 9 سنت، 19 سنت، 12 سنت، 8 سنت، 9 سنت، 19 سنت، 8 سنت، 16 سنت، 14 سنت، 4 سنت، 3 سنت، 11، 6، 15، لحد هنا يوم 12/2/2020. كل ده جالك في يوم واحد، وانا لا اعمل على هذا الموقع الا بسيط جدا عن طريق مدونة. ايه بقى الموضوع من الاول، وازاي تشتغل على هذا الموقع، وازاي تحقق منه ارباح؟ طبعا احنا قدامنا 2 27 سنت، 2 دولار، دول جاهزين للسحب، وعندنا في البندنج، يعني بيعدى عليهم 15 يوم ويتحولهم من البندنج الى السحب، 18 دولار 37 سنت. قبل ما ندخل على الشرح بنوه الى انك لابد انك تتابعنا على قناة شرح زي التعليم بالضغط على الزر الاحمر الاشتراك، واضغط على زر الجرس، فعل زر الاشعارات حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناتنا. في البداية احنا عشان نشتغل بطريقة صح لابد انك يتوفر عندك 3 اشياء. هذه الـ3 اشياء على المدى الطويل، انت بتتعب شوية في البداية، معنى كلمة بتتعب انك بتقضي وقت اكتر، بمعنى انك محتاج ساعة او ساعتين كل يوم، ومع مرور الوقت ممكن ينخفض الوقت ده الى نص ساعة وتحقق نفس الارباح. في البداية انت بتعمل حساب على ميجا بونص، وشرحنا على هذه القناة ازاي بنعمل حساب، وازاي بنجيب اللينكات، وازاي بنخلق لينك الافلييت،
وإزاي بنشترك وبنتعامل مع هذا الموقع، كل ده مشروح على القناة. محتاج حاجة تانية وهي مدونة متخصصة. هذه المدونة اللي هي أبوك ترافل متخصصة في السياحة، وكنا أنشأناها للعمل أفليت أو البيع بالعمولة عن طريق موقع بيسمى بوكينج لحجز التذاكر لحجز فنادق booking.com، ولقينا المنافسة في هذا الموقع شديدة جدا ولن نحقق لأن عدد الزيارات في المدونة إليه. فاستغلينا هذه المدونة في الترويج لمنتجات ميجا بونص، واللي انت شايفه قدامك ده كل دي منتجات اللي هي على اليمين دي، كل دي منتجات ولينكات لميجا بونص او منتجات ميجا بونص، ولو انت ضغطت على اي منتج من هذه المنتجات هيحولك على بيع المنتج على ميجا بونص. فاستغلينا هذه المدونة وبدأنا نضع عليها مقالات انجليزي حصرية، وايضا شرحنا في هذه القناة كيف تفعل او تحقق مقال حصري وباللغة الانجليزية دون معرفة باي لغة وبدون معرفة باللغة الانجليزية، وشرحنا كل الكلام ده على القناة. حاجة التانية اللي انت محتاجها، محتاج ايضا حساب على الفيسبوك. حساب الفيسبوك حساب بسيط بكلنا عارفينه، ده اللينك اللي انت ضغطت على اي صورة من المنتجات بيجي لك هنا المنتج اللي انت عامله افلييت على المدونة. هذا لينك الافلييت بتاع علي اكسبريس اللي هو بتاع ميجا بونص لهذا المنتج، وهي كاميرا مراقبة الاطفال في المنازل. نقفل الصفحة دي مش لازمان. تدخل على حساب الفيسبوك. حساب الفيسبوك طبعا معروف كلنا عارفينه. بتنشئ صفحة باسم المدونة وبتشترك في الجروبات الخاصة بالمنتج بتاعك او التخصص بتاعك، بمعنى انك انشأت مدونة خاصة بلعب الاطفال يبقى هتشترك في الجروبات اللي متخصصة في لعب الاطفال. اشتركت في او عايز تروج لمنتج تجميل بتشترك او بتبحث عن جروبات التجميل وبتعمل اشتراك فيها. فانت هنا مثلا اشتركنا في جروبات المخصصة او اللي بتهتم بالسياحة. ليه؟ لان اي بوست بتضعه على الفيسبوك هنا وبتعمل له نشر على هذه الجروبات بيحقق لك عدد مشاهدات اكبر للمدونة بتاعتك والموضوع بتاعك، وبالتالي انت بيجي لك عدد زيارات اكبر ممكن في خلال بعد موضوع ما يكون قيم، والناس دي بتحب المواضيع القيمة والمواضيع الهادفة، انك تشترك دي الجروبات دي. كل دي جروبات انا مشترك فيها خاصة بالسياحة، هذه الجروبات فيها اعداد كبيرة جدا من المشتركين. اما بتنشر موضوعك على هذه الجروبات بيجي لك عدد مشاهدات كبير، بيجي لك عدد مشاهدات كبير. ده تاني حاجة انت لابد انك تعملها علشان تحقق مشاهدات عالية في المدونة بتاعتك. طيب ممكن الفيسبوك بيحظر بعض اللينكات، ولكن فيه موقع لاختصار الروابط انت بتختصر الرابط عليه، هو موقع غير معروف وغير مشهور. هذا الموقع هو بيسمى si.do. ده الموقع اسمه isd.gd. بتضع الرابط بتاعك هنا وبتعمل له شورتن اي اختصار للرابط، وبيقبلوا معاك الفيسبوك لانه تقريبا غير معروف لدى الفيسبوك، وانا اول مرة اعرف هذا الموقع. ده الشيء الثاني اللي هو حساب على الفيسبوك.
وصفحة، واشتراكك في المجموعات أو الجروبات اللي بتهتم بنفس مجال التسويق بتاعك. من نوع أيضا إنك لازم يكون المدونة متخصصة في المنتج اللي أنت هتروج له، ومتخصصة أيضا في الموضوع اللي أنت هتعمل عليه. أما إنك تنشئ مدونة تتعامل مع كل شيء، لا، الصح إنك تكون متخصص. المدونة هي نفس موضوع المنتج اللي بتروج له، هي نفس موضوع الصفحة على الفيسبوك. الشيء الثالث وهو حساب تويتر، وتويتر هو مصدر هام جدا للترافيك، ومصدر هام جدا للبيع. معظم المنتجات اللي بيتم بيعها على حسابي بتيجي مصادرها من تويتر، وحساب تويتر بتنشئه بسهولة ومعروف، وايضا بتبدأ تنشر منتجاتك ومواضيعك على المدونة على تويتر. ولكن هناك حتى فنية لابد انك تأخذها في الاعتبار. لو مثلا دي المدونة بتاعتك، لو فتحت هنا او فتحنا هنا موضوع علشان نشوف طريقة كتابة الموضوع، فبتجد انك بتضع ايضا لينكات افلييت للموضوع بتاعك. ده موضوع عن صور الكوخ او الاكواخ حول العالم، فبتيجي داخل الموضوع بتاعك وبتعمل لينك افلييت مع صورة صغيرة للافلييت. هنا الموضوع ده مفيش او متحطش فيه لينك افلييت، نجيب موضوع اخر بطريقة تكون ذكية، بحيث نجيب موضوع اخر. ده موضوع بيتكلم عن ازاي تقضي شتاء او سياحة في فصل الشتاء في المناطق الدافئة في بعض الاماكن حول العالم. تقريبا ده اخر، مفيش فيه موضوع او محطناش فيه موضوع، هنجيب موضوع اخر. هذا موضوع اخر، بيتكلم طبعا عن فيروس سارس. هذا مثلا موضوع اهو، تيجي في نص الموضوع بتاعك وبتحط لينك افلييت لاحد المنتجات، وادى اللينك الميجا بونص هنا اللينك بتاعك داخل المواضيع اللي انت بتضعها في المدونة. طبعا اللي بيقرأ الموضوع او بيطلع عليه بيقابله هذا اللينك او هذا المنتج، بتخليك يعني حتة ذكية. بمعنى هذه المدونة مثلا خاصة بالسفر والسياحة، فلابد انك من ضمن الاشياء اللي انت بتهتم بيها هي بيع الشنط السفر، وايضا منتجات الموبايل واكسسوارات الموبايل، وايضا الكاميرات، وايضا المراقبة، وكل ما يخص السفر والسياحة من منتجات بتعرضه على هذه المدونة بما انها متخصصة مثلا في السياحة. انت عندك عملت مدونة متخصصة مثلا في رعاية وتربية القطط والكلاب مثلا، فبتبدأ تعرض منتجات خاصة بالقطط والكلاب. هنا حتى احنا هنا جايبين اهو، ادا مثلا من ضمن المنتجات، ودي بتلاقي اقبال كبير في اوروبا وامريكا والدول الاجنبية. ده تالت حاجة. يبقى كل هذه الثلاث اشياء بتجمع لك مع بعضها ترافيك وعدد زيارات، ومن ثم بتحقق منها ارباح. ليه؟ لان كل مكان هيلاقي فيه منتج من المنتجات بتاعتك، وكل المنتجات دي شغالة معاك افلييت، كل دي شغالة معاك افلييت. لو انت اهتميت بالموضوع وعندك وقت، بالتأكيد انت ممكن تحقق $100 في الشهر او ازيد من $100 في الشهر. ومئة دولار في الشهر او ازيد من $100 في الشهر بالنسبة لفرق العملة بيجيبوا معاك فلوس، وانت مش هتخسر حاجة. كل ما في الامر انك بتخصص ساعة او ساعتين في اليوم للعمل،
إذا كنت فعلا مجتهد وإذا كنت فعلا واخد الأمر بجدية سوف تحقق الكثير من الأرباح بهذا العمل الهادي جدا. أيضا يمكن أنك تعمل مواضيع باللغة العربية خاصة بك وتترجمها عن طريق جوجل ترانسليشن وغيرها من مواقع الترجمة، والترجمة باللغة الإنجليزية، وكلما كان الموضوع حصري كلما كان هناك زيارات كثيرة للمدونة بتاعتك ومواضيعك على التويتر والفيسبوك. ده كان كل ما في الموضوع النهاردة، بس أنا حبيت أنني أثبت لك أن هذه المواضيع أو الربح من الإنترنت يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد. ليس هناك شيء اسمه الربح من الإنترنت، ولكن هناك شيء اسمه العمل على النت ثم يأتي تحقيق الربح من الإنترنت. أتمنى أن أكون وصلت لك معلومة صحيحة بدون أفورة، بدون أكسب $1,000 في الشهر وأكسب $1,000 في اليوم، والعناوين الرنانة اللي الهدف منها كله هو جذب الناس وزيادة المشاهدات. نحن في شرح وتعليم نقدم ما يهم الناس بكل صدق، ولا يعني زي ما بيقولوا في المصري نضحك على أحد. فكل كلمة أنت محاسب عليها وكل عنوان تضعه أنت محاسب عليه أمام الله. فالنهاية بتمنى لو الفيديو عجبك لا تبخل علي بلايك، وأيضا شير فالدال على الخير كفاعله، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا. وإلى أن ألقاكم فيديو آخر، لكم من كل حب وتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.